كلنا بندور على السعادة، صح؟ السعادة يا حبيبي مش في اللي معاك، السعادة في اللي جواك. السعادة مش في قصر عالي ولا توب غالي. عايز تعيش ما تعانيش وما تشكيش، اشتغل فيها بس اوعى تنشغل بيها، وحط من اللي عندك عنده. ده كل اللي عندك مش من عندك، ده من عنده. واما تروح عنده هتقول يا ريتني حطيت كل اللي عندي عنده. الدنيا امتحان، فبص في ورقتك، ما تنشغلش باللي حواليك، انشغل باللي عليك. يكفيك شر اللي حواليك، وانشغل بالدين. يكفيك شر الشياطين، وتفوز يوم الدين. ما هو مالك يوم الدين، وهتسئل على الدين، مش على الدكاكين ولا الفدادين. وازاي ننشغل عنه وكل النعم منه، والرزق ليك ضمنه، ما من فاه الا الله كفاه. ارضيه وانشغل بيه، ده هو خلقك ليه. الكل عايزك بس ليه، والله عايزك ليك. تعبت لكل حاجه وهتسيب كل حاجه، ومش واخد معاك حاجه بس نسيت اهم حاجه. فاعمل لنفسك حاجه تنفعك وقت الحاجه، والامر جدي خطير، العمر قصير بتحديد مصير. يا جنه يا نار، ده جد ومش هزار. والامر عجله واوعى تاجله، لانك في ثانيه تبقى في حته تانيه، وساعتها تقول يا ريت ويا ريت تنفع. طبعا ما تنفعش، لان اللي بيروح ما بيرجعش، واللي بينزل ما بيطلعش. فاللي ينشغل باللي معاه عن مولاه هينزل مش واخد حاجه معاه، واللي ينشغل بمولاه عن اللي معاه فده يا هناه. عشان كده بنخرج في سبيل الله.